ازاي نفكر في مواجهه الهجوم دوت، ازاي نفكر واحنا موحدين في مواجهه الهجوم اللي ما بيستثنيش حد في اللحظه ديت. لان اكيد الدرس اللي احنا اتعلمناه الفتره اللي فاتت ان الناس الموحدين هم اللي بيقدروا ان هم يواجهوا النظام ويواجهوا الاستبداد. ده الدرس اللي احنا اتعلمناه، وده الدرس اللي احنا لازم نواصل النضال فيه عشان نقدر نواجه النظام العسكري اللي كل يوم بيتوحش اكتر، كل يوم بيفرض اجنده معاديه للفقراء وللكادحين اكتر واكتر. وبالتالي الوسيله الوحيده لتمرير هذه السياسات هو المزيد من القمع والاستبداد والتوحش. القضاء العسكري ما فيهوش ادعاء مدني، وفكره الادعاء المدني هنا ليه مبني عليه؟ اي مبني عليه بيحضر قدام المحكمه يبيح قانون الاجراءات الجنائيه العام انه يدعي مدنيا قبل من تعدى عليه او قبل من توجه ضده بالشكايه. لكن المحاكمات العسكريه محظور فيها الادعاء المدني، ومحاكمات امن الدوله برضه ما فيهاش ادعاء مدني. وفكره الادعاء المدني دي هي معموله لكفاله انه مش بس عشان خاطر يدعي مدني واخد تعويض والكلام ده، لا، لنفترض مثلا ان النيابه العامه واحد توجه ليها بلاغ انه فلان تعدى عليه، فالنيابه العامه حفظت القضيه. الشخص المبني عليه ده ان هو يقيم الادعاء المباشر بطريقه الادعاء المدني ويختصم هو مباشره الشخص اللي يشتكي ضده امام المحكمه المختصه ويوقفه قدام المحكمه ويستغني عن النيابه العامه. ده في قانون الاجراءات العام. القضاء العسكري ما فيهوش كده. انت قدمت بلاغ القضاء العسكري وقلت له الضابط الفلاني ضربني او تعدى عليا، فالنيابه العسكريه قررت حفظ المحضر او حفظ الشكوى او قررت بامر او امرت بان اوجه اقامه الدعوه الجنائيه. لا يجوز ليك ان انت تعمل دعوه مباشره قدام المحكمه العسكريه وتقف قدامها وتقول لها النيابه ما عملتش كده، انا بعمل ده الادعاء المباشر ده قدامك وعايزك تحاكمي فلان وفلان. ده ما ينفعش قدام المحكمه العسكريه. الترسانه نفسها هي مش شركه، مش مصلحه حربيه او عمال او عمال عسكريين خاضعين لقانون القضاء العسكري. على الرغم في نفس الوقت ان العمال نفسهم اي عامل قبل الحادثه الاخيره دي كان بيختلس من الشركه او بيعمل اي مخالفه جسيمه كان بيتحل المحكمه العسكريه. والعمال مش عارفين والعمال نفسهم يعني الموضوع يعني خلينا نتكلم بصراحه اكتر، هو مش فارق معاهم هو يحل المحكمه العسكريه او ما يحلش المحكمه العسكريه. العامل في النهايه هو كل همه ان هو يقبض مرتبه في اخر الشهر ويصرف على عياله. فدي يعني خلتنا نبص للموضوع بشكل تاني، لان في العمال دول بيتحكموا.